مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: من المواقع المحلية مسلحون في صنعاء يجوبون الأحياء ويصادرون أراضي المواطنين. وفي الصحافة العربية، جريفيث يدعو طرفي النزاع اليمني للتركيز على محاربة كورونا. أما في الأخبار المنوعة، اعتقال عروسين وجميع الضيوف في الجزائر بسبب كورونا. مع كل يوم يمر يسقط قتيل أو جريح على الأقل نتيجة اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين طرفين على خلفية أراض يراد لها أو يراد البسط أو الاستيلاء عليها بالقوة، سواء في صنعاء أو في باقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. وأفقا لموقع المشاهد نت، صنعاء تراخ أمني شجع العصابات على نهب أراضي المواطنين. منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء 2014، افتتحت الشهية لدى المتنفذين، أو كما يطلق عليهم العوام المتهبشين، افتتحت الشهية لديهم على البسط والنهب لأراضي وممتلكات المواطنين دون وجه حق، مستغلين الوضع الأمني المنفلت وغياب القانون والقضاء. يقول ناجي الغولي، مالك أرض بصنعاء، للمشاهد: إن هناك عصابات مسلحة تابعة لنافذين تجوب كل المناطق والأحياء السكنية للبحث عن الأراضي التي لا تزال مكشوفة لتبسط عليها بقوة السلاح، مدعية أحقيتها رغم انعدام ما يثبت ذلك لديها، في حين أن مالكها أو ملاكها الأصليين متواجدون وقائمون على أرضهم، ولديهم صكوك تثبت ملكيتهم لها. الأمر الذي ينتج عنه تصادم مسلح بين الناهبين وأصحاب الحق، ويسقط على إثر ذلك قتلى وجرحى من الطرفين. ويورد الموقع حادثة وقعت مع فواز سحيم، والذي كان يمتلك أرضية في منطقة سعوان، وفجأة تم نهبها والبناء عليها من قبل نافذ بقوة السلاح، مدعيا أحقيته ومهددا صاحب الحق بالقتل. وقال سحيم: إن الجهات الأمنية التي يسيطر عليها الحوثيون تتماهى مع النافذين، بل إنها تقف معهم ضد أصحاب الحق الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة. يؤكد مصطفى مخاوش، مالك مكتب لعقارات بصنعاء، للمشاهد: أن مشاكل الأراضي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل لافت بسبب غياب الدولة، الأمر الذي أعطى العصابات المسلحة الفرصة لنهب أراضي المواطنين وأصحاب الحق وترهيبهم وتهديدهم بالقتل. الإمامة الحوثية، تحت هذا العنوان كتب أحمد المقرمي مقاله المنشور في الصحوة نت مضيفا: اليوم عادت الإمامة الحوثية بنسخة أشد ظلامية وأكثر بؤسا وأسوأ ممارسة، تعادي المستشفيات وتحارب المدارس والجامعات وتضيق ذرعا بالمساجد ودور القرآن. عادت ممثلة بكتلة انتقام على اليمن واليمنيين الذين تعتبرهم بإسقاطهم للإمامة في سبتمبر 62 وإقامتهم للنظام الجمهوري قد تجاوزوا حدهم وانتزعوا الحق الإلهي في الحكم منهم. وبدعم إيراني ورضا استعماري وتواطؤ أناني أعمى سلمها معسكرات الدولة، خرجت عصابة الإمامة الحوثية لتنتشر في محافظات يمنية عدة تحت رعاية ماكرة لمجتمع دولي توجهه نزاعات مسكونة في معظمه بالعنصرية والروح الاستعمارية التي تعادي حرية الشعوب وتدعم عصابات التفتيت وخلايا التمزق. وبسبب من ذلك الدعم والرضا والتواطؤ مع عصابات الإمامة الحوثية، وصل الحوثيون في 20 مارس 2015 إلى محافظة تعز، ومنذ 5 سنوات وأبناء تعز يواجهون عصابات الإمامة كما يواجهها اليمنيون في كل أنحاء اليمن، حتى لا تكون إمامة ولا يعود الحرمان والجهل والظلم إلى اليمن واليمنيين. ليس أمام اليمنيين من خيار غير مقاومة هذا الداء الخبيث والبلاء الوبيل الذي تمثله الإمامة الحوثية التي ارتهنت كلية للمشروع الإيراني، وما جلبته من أفعال وممارسات وطقوس خرافية خير شاهد ودليل على هذا الارتهان الذليل الذي من شأنه لو استمر لا قدر الله لطمس الهوية اليمنية والعربية والإسلامية لهذا الشعب. في الوقت الذي يهتم العالم بمواجهة فيروس كورونا، تتابع ميليشيا الحوثي معركتها التي بدأت قبل سنوات. ووفقا لصحيفة العربية الجديد، جريفيث يدعو طرفي النزاع اليمني للتركيز على محاربة كورونا.
ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث طرفي النزاع اليمني إلى التركيز على محاربة فيروس كورونا بعيدا عن محاربة بعضهم البعض. وذكر جريفيث أنه يتابع ببالغ القلق الحملة العسكرية المستمرة في الجوف ومأرب والخسائر الفادحة التي يتكبدها اليمنيون أو المدنيون نتيجة تلك الحملة وأثرها السلبي على فرص السلام وآفاقه. وقال جريفيث في الوقت الذي يكافح فيه العالم لمحاربة الجائحة التي عمت أنحاءه يجب أن يتحول تركيز طرفي النزاع في اليمن بعيدا عن محاربة بعضهم البعض وأن يركز على ضمان ألا يواجه السكان المدنيون مخاطر أعظم. يثير موقع يمن مونيتور سؤالا مهما حول المياه التي يشربها اليمنيون منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على البلاد. ويقول الموقع إنه خلال السنوات الخمس الماضية انتشرت في اليمن محطات تحلية المياه علما أنها لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة وسط استياء ومخاوف مجتمعية متنامية بسبب عدم خضوعها للرقابة. معظم محطات التحلية ومصانع الثلج تعاني نزاعا بشأن المواد المضافة للتعقيم ونسبة هذه المواد في مياه الشرب. تجمع بعض محطات تحلية المياه بين مادتي الأسيد والكلور ما يؤدي إلى التسبب بتلك الأمراض. وقال أشرف القاسم وهو كيميائي متخصص في محطات تحلية المياه في مدينة تعز قال ليمن مونيتور إنه إذا اجتمعت تلك المادتان أحدثت كارثة إنسانية كبيرة، وهناك عدد كبير من المحطات التي لا تتبع المواصفات الدقيقة للمياه. وأضاف على السكان فحص المياه ذاتيا بأن يتم رج علبة مياه تمت تحليتها، وإذا تصاعدت فقاعات فإن مادة الأسيد أضيفت إليها، في حين أن مادة الكلور لا تتسبب بظهور فقاعات عند الرج. وقف الحرب في اليمن ليس تنازلا عن الجمهورية. تحت هذا العنوان كتبت ميساء شجاع الدين مقالها المنشور في العربي الجديد. ينظر معظم اليمنيين إلى هذه الحرب امتدادا لحرب اليمنيين من أجل الجمهورية ضد الإمامة التي يمثل امتدادها الحوثي. وبدون هذه السردية لا يمكن فهم الكثير مما يدور في اليمن، فلا يمكن تفسير مقاومة بعض المشيخات القبلية واستسلام أخرى وتعاون بعضها كرفض بعض المناطق للحوثي أو خضوعها أو مقاومتها. الجمهورية بالنسبة لليمنيين ليست مجرد نظام سياسي أسقط ملكية عادية، فنظام الإمامة كان نظام حكم ثيوقراطي يقوم على تقسيم المجتمع حسب أصولهم العرقية والقبلية والمناطقية، ولأسباب متعلقة بإشكالية تولي الحكم المرتبطة بالقتال، فالحكم لا يجوز توريثه وهو يؤخذ عنوة. بالتالي أصبحت الإمامة مرادفة للاقتتال والميل نحو العزلة بسبب خشية الإمام المستمرة من التمرد. بالتالي كانت الجمهورية أكثر من مجرد نظام سياسي، بل ترياق خلاص للانفتاح وكسر دائرة العزلة، والأهم الخروج بصراعات اليمنيين وانقساماتهم على أسس الهوية نحو الصراع والانقسام السياسي. لهذا السبب تبدأ الإسقاطات بينما حدث في ثورة 1962 وما تلاها من حرب أهلية استمرت 7 سنوات والحرب الحالية، على الرغم من الفرق الهائل على عدة مستويات. صحيح أن الشعارات لدى كلا الطرفين ما زالت ذاتها، فالطرف الإمامي وهو الحوثي حاليا لا يزال يرفع شعارات محاربة العدوان ومقاومة الاحتلال، لكنه في المرة السابقة كان التدخل العسكري المصري والآن التدخل العسكري السعودي. على الرغم من شعارات العصبية والتعصب المذهبي لدوائره الداخلية، بينما يدافع الطرف الجمهوري المقابل عن تصوراته الوطنية المستقبلية في دولة تحكمها المفاهيم الحديثة من دستور ومواطنة، على الرغم من وجود العامل السلفي المذهبي في هذه الحرب الذي لم يكن حاضراً بالسابق. إذا كنت تشعر بقلق متصاعد بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد والمخاطر التي يحملها للصحة، فأنت بالتأكيد لست وحدك، فقد بات هذا القلق ينتشر مع انتشار الفيروس في أنحاء العالم. والخبر السيء وفقا لما أوضحته المعالجة النفسية نانسي سوكارنو، والتي قالت كلما زاد الضغط علينا ترتفع مستويات الكورتيزول وتضعف مناعتنا،
ويعنون موقع دي دبليو: هدئ من روعك ودلل نفسك، نصائح للسيطرة على القلق من كورونا. الخبر الجيد أنه بإمكانك اتباع بعض النصائح البسيطة للتخفيف من حدة القلق والمحافظة على الهدوء. فمن المهم اتباع المبادئ التوجيهية من السلطات الصحية بشأن النظافة والعزل الاجتماعي تجنباً لانتشار العدوى، ولكن ليس هناك حاجة لعمل ما يتجاوز ما ينصحون به حالياً. تنص منظمة الصحة العالمية على أن معظم الأشخاص الذين يصابون بالعدوى يعانون من مرض خفيف ثم يتعافون، ولكن يمكن أن يكون أكثر شدة لدى الأكبر سناً. يفيد الموقع: احصل على نصائحك ومعلوماتك من السلطات الصحية مثل تقارير منظمة الصحة العالمية والخبراء العلميين فقط، فبدلاً من السماح لنفسك بتخيل أسوأ السيناريوهات التي يسببها الفيروس، واجه كل فكرة بعقلانية وإيجابية، وفكر فعلاً في مدى احتمالية حدوثها. وإذا كنت تعتقد أن جميع أحبائك سيموتون من هذا الفيروس، فتحدى ذلك بحقائق مثل معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا ويتعافون بشكل كامل. لا تسأل جوجل، دكتور جوجل ليس صديقك، ولن يكون كذلك أبداً، خصوصاً عندما تكون مصاباً بالقلق الصحي. لا تحاول أن تبحث عن الأعراض على الإنترنت، لأنه ببساطة ليس طبيبك، وما يتم تداوله على الإنترنت قد يكون مسؤولاً عن إدخالك بنوبة قلق وهلع لا حاجة لك بها. الحرب على كورونا وأزمة حضارة الاستقواء والحروب. تحت هذا العنوان كتب شفيق ناظم الغبرة ما قاله المنشور في صحيفة القدس العربي: بسبب الفيروس لم يعد الفرد قادراً على أن يجلس مع معارفه أو مع زملائه وزميلاته في العمل، أو حتى الالتقاء بعائلته الممتدة، أو الذهاب للمسرح أو مشاهدة لعبة كرة القدم في الملعب. وإن فعل هذا عرض نفسه وعرض آخرين لخطر انتقال فيروس شديد الهجومية والعدائية. هذه العدوى تنتقل كالرشح والإنفلونزا العادية، لكنها تنتقل عبر ملامسة الأبواب وآلات السحب الآلي والأسطح بحكم قدرتها على العيش لأيام على الأسطح والأرضيات. في هذا خطورتها، فهي تنتشر بسرعة لكنها تعيش على الأسطح والأبواب والأمكنة لأيام بانتظار مزيد من الانتشار. وتسعى الدول في العالم لتفادي حالة كتلك التي وقعت في إيطاليا والصين في البداية، وذلك بهدف محاصرة الوباء ومنعه من إغراق المستشفيات بحالة عجز من جراء عدد المصابين بالفيروس. ففي إيطاليا اضطر الأطباء في حالات كثيرة لأخذ قرار بإنقاذ حياة شخص من كل عدة أشخاص، وذلك بسبب العجز أمام تدافع وتدفق المرضى. بل تسعى عدد من الدول لتفادي أخطار الاستهتار والتعامل السطحي مع الحدث على أساس أنه عابر. لقد أضاعت دول عدة فرص التعامل المبكر، لكنها لحقت الركب عندما اكتشفت مدى عمق المشكلة. لقد نجحت إيطاليا الآن في التخفيف من انتشار الوباء الذي بدأ يتجه لحالة من الاحتواء، وبينما تمضي الآن الولايات المتحدة نحو حالة احتواء للمرض، من المتوقع أن يستمر الوضع الراهن لما يقل عن أسبوعين إلى 4 أسابيع قبل تسطيح الوباء نسبياً ووضعه ضمن معادلة يمكن التحكم بها. هذا صراع قائم الآن في 10 دول، ومع ذلك أكد الرئيس الأمريكي وفريقه أن المعركة مع الفيروس مستمرة لشهر تموز يوليو وربما لشهر آب أغسطس. علينا أن نلحظ بأن هناك دولاً في العالم لا تملك القدرة ولا الإدارة ولا المؤسسات الفاعلة لمواجهة المرض، ولا تملك هذه الدول التقاليد العلمية على مواجهة تحديات كهذه. إلى صحيفة الغارديان وتقرير لمايكل سافي بعنوان: 7 أيام غيرت العالم، كيف استيقظ العالم على حقيقة جديدة؟ يقول التقرير إن الوباء أحدث انقلاباً تاماً في الحياة بالصين، وتكاد الحياة تكون متوقفة في إيطاليا وإيران. فمنذ نحو شهر تقريباً بدا الأمر مباغتاً عندما بدا كما لو أن الدول شيدت جدراناً حول ذاتها. ويقول إنه بعد شهر من نقاش الحكومات حول كيفية التعامل مع كورونا جاءت القيود متسارعة، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أننا في حالة حرب. وتضيف الصحيفة أن إسبانيا بعدد سكانها البالغ 47 مليون شخص مغلقة منذ صباح الأحد الماضي، وأغلقت ألمانيا حدودها مع فرنسا وسويسرا والنمسا. وتقول الصحيفة إنه بين عشية وضحاها استيقظنا على حقيقة عالمية جديدة خلقها فيروس كورونا. أعد ثنائي جزائري العدة لعقد قرانهما،
وكانا يهمان بتبادل المحابس، لكن فرحتهما لم تكتمل بعد أن دخلت الشرطة قاعة الاحتفال وأنهت المراسم على خلفية انتهاك تدابير مكافحة فيروس كورونا. بعدها تم وضع العروسين في الحجر الصحي. وعنون موقع إذاعة مونت كارلو الدولية الجزائر: الشرطة تحجر على عروسين خلال حفل الزفاف. ووقعت هذه الحادثة في مدينة عنابة على بعد 600 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر، حيث دخلت قوات الأمن قاعة للاحتفالات بعدما تلقت إخطارا من سكان محليين. وكان يفترض أن تكون هذه القاعة مغلقة منذ يوم الاثنين 16 مارس تطبيقا لتدابير وقائية اتخذتها السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. يفيد الموقع أن جميع الأشخاص الذين كانوا حاضرين في حفل الزفاف أودعوا في الحجر الصحي. شوارع خالية ومدن مغلقة وأماكن متروكة للريح في جنباتها، هكذا بدت كثير من دول العالم التي تواجه فيروس كورونا، وقد وثقها مصورو الجارديان. نتابع بعضا من تلك الصور. إلى رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع في هذا اليوم، نتابع. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.